أيام فنون المقاومة والتحرير تظاهر ثقافية تطرح في مضامينها بشاعة الاحتلال الذي لن يزول إلا بالمقاومة من خلال عروض فنية متنوعة ترسخ فكر المقاومة وتوثق دورها في مواجهة كل الانتهاكات. الشعب يريد تجريب التطبيق. أيام فنون المقاومة والتحرير لم تعد فقط مجرد أفلام سينمائية، بل انضم إليها عدد من الفنون الأخرى. نتحدث عن الموسيقى، نتحدث عن الشعر. فالشهيد بداية في أي ركن من كتاب القدس تلقاه العيون. فن المقاومة هو الفن الذي يحاول أن يزيل كل المعوقات التي تعيق خلق مجتمع عادل وإنساني. هو فرصة لممارسة المقاومة بشكل مختلف والتأكيد على أن المقاومة حالة شاملة. فن المقاومة أصبح ضرورة حقيقية في مواجهة هذه التحديات، في على الأقل دفاع عن الهوية، لأن كل ما يجري هو محاولة لطمس هذه الهوية التي نعتز بها. طرح القضايا العربية المقاومة تحديدا، والعنوان الأساسي نتحدث عن فلسطين. شاب مثل الوردة كان يهد الحياة، وبلحظة صار مثل خشبة مرمية. فلسطين في القلب، ونحن نؤمن بالقضية، ففي حق فلسطين حق تونس، وفي كرامة فلسطين كرامة تونس.